والآن نتحول إلى مقر جامعات الدول العربية ومؤتمر صحفي لوزير خارجية فلسطين رياض المالكي عقب مؤتمر دعم القدس بالجامعة. من العراق، من الكويت، بالإضافة إلى فلسطين، نحن نأمل ونأمل بأن يتم أيضا تقديم أسماء ومشاركات من بقية الدول العربية لكي تتحول هذه اللجنة الاستشارية القانونية العربية إلى لجنة جامعة لكل الدول العربية لكي تعكس اهتمام الدول العربية بهذا المسار القانوني ولكي تظهر أيضا اهتمامها برفض الجهد الفلسطيني في الجوانب القانونية بكل خبراتها المتوفرة لديها. هذا أولا. ثانيا، أيضا كما تعلمون أننا عندما توجهنا إلى المحكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية أعلنت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستطيع أن تتقدم بمرافعات مكتوبة قانونية حتى 25 من شهر يوليو القادم. ولهذا السبب نحن نريد أن نستغل هذه الفرصة لكي نوجه الدعوة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديدا الدول الشقيقة في الجامعة العربية لكي تبدأ التحضير لصياغة المرافعات القانونية المكتوبة لكي يتم رفعها إلى محكمة العدل الدولية قبل تلك الفترة المحددة ب25 من شهر يوليو من هذا العام. كذلك سوف يدعو المؤتمر كمخرج إضافي إلى تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار المساعي وفي إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وفي تمكينهم من مواجهات السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهديد وجودهم فيها. إذن المخرج الثاني الهام هو في تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم فيها. هذان هما المخرجان الأساسيان من هذا الاجتماع، ولكن نأمل في نفس الوقت أن يكون في هناك اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت وسوف يتم توزيعها في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي من أجل فعلا أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة، والهدف من ذلك هو تعزيز صمود المقدسيين، الحفاظ على بقائهم من خلال الاستثمار ودعم تلك المشاريع التنموية وما كما أشرت في القطاعات المحددة تحديدا قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الثقافة، قطاع الشباب وقطاع المرأة. هذا كل ما لدي في هذا المؤتمر الصحفي، وأنا على جاهزية أن أجيب أو أفسر بعض ما قيل حول هذا الموضوع. عادلة. ما هي الخطوات العملية لترجمة هذه الكلمات البراقة التي نسمعها منذ الصباح الباكر في هذا المؤتمر إلى واقع عملي للتخفيف المعاناة عن هذا الشعب الأبي الذي يدافع